هو مغناطيس جلاب للمال والرزق والثراء وجلب الزبائن وفتح النصيب في الزواج وغيره من سائر الأمور التي يطلبها الإنسان في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا، أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابنا في الله، متابعينا الكرام. فائدة اليوم أيها الإخوة الكرام، هو مغناطيس جلاب للمال والرزق والثراء وجلب الزبائن وفتح النصيب في الزواج وغيره من سائر الأمور التي يطلبها الإنسان في حياته. وهذا الورد من أعظم الأوراد، وهو سبحان الله العظيم كالمغناطيس الذي يجلب الرزق ويفتح أبواب التيسير وييسر الأمر الذي يحتاجه الإنسان. وإذا كان قاصد حاجة من الحوائج يتلو هذا الورد الشريف ويسأل الله سبحانه وتعالى حاجته فإنها تقضى بإذن الله تعالى، وهو بسر اسمه تعالى اللطيف وبآية من القرآن الكريم، آية من القرآن الكريم واسم الله اللطيف. وهذا الورد الشريف لا يأخذ إلا دقيقة من وقتك، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليك وتندهش من عطاء الله ومن الفرج في كل الكروب وفي كل المحن والابتلاءات والعسر، ولمن يعاني من النحس ووقف الحال فإنه ينطلق حاله ويتيسر أمره ويجري طاووس حياته على الوجه الذي يحب ويرضى، وتتحرك الرياح اتجاهه فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من الرزق والخيرات والبركات والنعم ما يستقر به حاله. ومن كان يعاني من ديون وكثرة الهموم والمشاكل والأحزان تنحدف عليه من كل جهة فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. ومن يذكر هذا الورد الشريف لا يصيبه فقر ولا فاقة ولا ندم ولا فزع ولا وجل ولا يذوق نوائب الدهر أبدا، لأن فيه سر اللطف وسر الفرج، وهو مغناطيس جلاب الأرزاق أيها الإخوة الكرام. فعليكم بهذا الورد الشريف تندهشون من عطاء الله سبحانه وتعالى. ومن كان في ضيق من المعيشة وعسر من الحال فليداوم على هذا الورد الشريف، فإنه في أقرب الأوقات يفرج الله سبحانه وتعالى عليك ويرزقك من الخيرات والكرامات والبركات ما يعجز عنه الوصف. وقد استعمله الكثير أيها الإخوة الكرام، الكثير من السادة التجانية، ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم وأعطاهم من الخيرات والبركات والتيسيرات ما يفرحون به هم وأهلهم وأولادهم. ومن كان يبحث عن عمل وحاله متوقف فليداوم على هذا الورد الشريف، فإنه في أيام قليلة يسمع الأخبار التي يحبها إن شاء الله، ويسر الله سبحانه وتعالى ويسعده ويفرح قلبه بإذن الله تعالى. وهذا هو الورد الشريف. تقرأ هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. تقرأ هذه الآية سبع مرات، سبع مرات، ثم تذكر بعدها اسم الله اللطيف، يا لطيف يا لطيف، تذكره عدده وهو 129، ومن الأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة العصر، يكون ذلك بعد صلاة العصر. وإذا لم تدرك الوقت فيمكن أن تغير وقت هذا الورد الشريف في أي وقت من أوقات تريد يسمح لك به الظروف. وهذه الفائدة أيها الإخوة الكرام هي سريعة جدا، وسريعة حتى في 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 في, في الذكر، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليك من الخيرات كما وصفت لكم،
ويعطيك الله من الأرزاق ما يعطيك به قوة على الزمان وعلى الظروف التي تعيشها، كيفما كانت مرتبتك وكيفما كان حالك، فإن الله يقويك على الظروف التي أنت تعيشها، ويعطيك الله من الأرزاق ويفرج عنك. وفي خصائص كثيرة جدا من دفع الهموم والغموم والنصر على الأعداء، وكذلك من كانت عنده العوارض من السحر والعين وغير ذلك توقف حاله وتعكس أموره ولا تكتمل له الأمور والحوائج، فليواظب على ذكر هذا الاسم الشريف وهذا الورد الشريف، فإن الله سبحانه وتعالى يلطف به بالأرزاق الكثيرة والأموال والخيرات والتيسيرات ما يندهش به الإنسان، وهذا سر عظيم أيها الإخوة الكرام. وإذا داوم عليه الإنسان ووقع في أمر من الأمور وأراد أن يتخلص منه بسرعة، من كان له أمر وقع فيه وأراد أن يتخلص منه من غير أذن وبسرعة وكان مضطرا، فلينادي يا لطيف بعباده يا لطيف بعباده يا لطيف بعباده عدة مرات، فإنه في الساعة في ذلك الوقت في ذلك الحين يأتيه من يغيثه بأمر الله تعالى. وهذا سر مجرب أيها الإخوة الكرام، لأن هذا الاسم من أسرع ما يكون، حتى إذا وقفت في مكان بسيارتك أو أوقفك الشرطة أو غير ذلك وكنت في حرج في هذا الأمر، فعليك بذكر هذا الدعاء المبارك وهذا الاسم الشريف، فإن الله يغيثك في الحين، وهذا من مجربات أيها الإخوة الكرام. الله لطيف بعباده، في أي مشكلة صادفتك في أي شيء كان عندك فيه ضرورة ملحة آنية وقتية، فنادي يا لطيف بعباده يا لطيف بعباده من غير عدد، حتى يفرج الله عنك في ساعته في لحظتك التي أنت فيها بإذن الله تعالى. وهذا سر اعتمدوا عليه أيها الإخوة الكرام، وهذا الاسم من أعظم الأسماء، وتلاوته بعد العصر يفرج الله به الكروب وتقضى به الحوائج ويأتيك الرزق، ومن كان في ضيق أو في فقر أو هم أو غم يأتيه الإغاثة بسرعة أيها الإخوة الكرام، لأن وهذا الاسم الشريف هو للرزق وبلوغ المآرب كلها. وإن كان الإنسان مهموما أو طالب حاجة وتلا هذا الاسم بهذا العدد الذي ذكرناه بهذه الطريقة قضيت حاجته، وله خاتم جليل أيها الإخوة الكرام لهذا الاسم الشريف، اسم الله اللطيف، من لبسه ويحمله معه الإنسان يفتح الله تعالى عليه ويكون ملطوفا به في جميع الأمور ويلقاه التيسير في أي حال من الأحوال كان. وكذلك يسخر الله له الروحانية لمن يطلب الروحانية، لأن هذا الاسم واسع الفوائد أيها الإخوة الكرام، وهو للجلب والدفع، لجلب الخيرات ومنع المضرات ودفعها، أي ضرر يدفعه هذا الاسم وأي خير يجلبه هذا الاسم، فإذا قرأه من تعسرت أموره عدد هذا العدد فرج الله عنه. وقد وقع لكثير من الناس مشاكل مثل هذا، مشاكل لا مخرج له منها، وذكر هذا الاسم فيأتيه سريعا اللطف الإلهي والتجليات، هذا الاسم عظيم أيها الإخوة الكرام، فعليكم به وبهذه الفائدة الشريفة. ويمكن أن تقرأ الفاتحة أولا ويكون ذلك أفضل وأسرع، أتقرأ الفاتحة مرة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفاتح المغرق أو بصيغة الإبراهيمية أو بما شئت من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل في ذكر الآية 7 مرات وتذكر اللطيف يا لطيف يا لطيف 129 مرة، يحصل المراد سريعا بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.